أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج العقرب الأربعاء 23 يونيو حزيران 2021. توقعات برج العقرب عاطفيا: إن الحب وحده لا يكفي، فهنالك العديد من الظروف الحياتية التي يمكن أن تتغلب علينا في بعض الأحيان. عزيزي العقرب، عليك أن تحافظ على هدوءك العاطفي اليوم. مهنيا، عليك أن تتأنى في الاختيار حتى لا تخسر. قد يستجد اليوم أمر مهم ولكنه إيجابي جدا. استشر الأصدقاء ببعض الأفكار أو الأمور. الوضع جيد حتى لو كانت الصورة مشوشة بعض الشيء. صحيا، واظب على أخذ فترات راحة متقطعة بساعات النهار، ولا تهلك نفسك إلى الرمق الأخير. بين المحافظة على صحة سليمة وخسارتها قرار تملكه أنت وحدك، فاختار ما يناسبك. توقعات برج العقرب للرجل: عدم السير وفقا لخطوات مدروسة قد تعيدك إلى الخلف بشكل مباشر. المسؤوليات التي تتحملها اليوم في العمل أو المنزل قد تكون صعبة جدا. التفكير في كل هذه المسؤوليات يرهق ذهنك، فحاول أن تنهيها واحدة تلو الأخرى حتى ترتاح. توقعات برج العقرب للمرأة: عليك تعلم التعامل مع العقليات المختلفة من حولك. كوني مرنة وأكثر تفاهما، فالبشر يختلفون. إن كنت تمرين بيوم سيء فعليك الاستفادة من الأسابيع القادمة قدر الإمكان. أحيانا لن تفهمي لماذا تسير الأمور بهذا النحو، لكن عليك اكتساب الخبرة في طرق التعامل معها في المرات المقبلة. وعليك أن تتناسي بعض الأمور السيئة، ربما عن طريق إنجاز بعض المهام أو القيام بالأعمال المنزلية أو حتى ممارسة الرياضة ومشاهدة التلفزيون. مؤشرات برج العقرب ليوم الأربعاء: الطاقة 90%، العاطفة 80%، النجاح 90%، الصحة 75%. أرقام الحظ لبرج العقرب ليوم الأربعاء: 1، 99، 48، 34. في الحب مع برج السرطان، في الصداقة مع برج العذراء، في العمل مع برج